هنا في مدينه تيزنيت بالضبط في مهرجان امزاد اللي واحد المهرجان اللي فريمون يعني كيعطي واحد القيمه مضافه على الامازيغيه المغربيه الرباب. حاولت جيت اليوم باش ندير واحد الدوره تكوينيه مع الشباب اللي كيقراو في المعهد طلبه المعهد ومع الفنانين ومع المهتمين في المجال. حاولت نعطي لهم واحد نبذه على المقامات الامازيغيه بطريقه اللي هي اكاديميه. حاولت نعرفهم على الرباب اكثر بطريقه اكاديميه. يعني دي زيكزومبل من الرباب اللي كاين في العالم. يعني حاولنا هضرنا على الماسينغو، هضرنا على انجار، هضرنا على الربابه ديال مصر، هضرنا على الامزاد اللي كاين ديال الطوارق. الحمد لله حاولنا نشوفوا اوجه نقاط التشابه بين هاد بين هاد بين هاد الثقافات كاملين. حاولنا نكتبوا المقامات بواحد الطريقه اللي هي اكاديميه، المقامات الشلحي ومعكال وبواحد الطريقه اللي اكاديميه باش يكون باش يستضع اي فنان مغربي سواء عنده جذور امازيغيه ولا ما عندوش جذور امازيغيه باش يتمكن انه يعزف على آلة الرباب. وكنقول لهم تبارك الله عليكم وشكرا بزاف، وشكرا لكم بزاف انتم استضفتونا، تبارك الله عليكم.